العناوين دي المدربين. مدربين دي بروفايلات مدربين يا جماعه. الطريقه اللي الخريطه اللي احنا قلناها وقفنا عليها، وازاي مدير فني يبقى معاه مدرب عام، والمدرب العام يبقى بروجكت فيتعلم من المدير الفني. عندك مثلا اندريه فيلاش بواش، انا هركز هنا على حاجتين، يعني هو البروفايل طبعا اكبر من كده. هركز على عامل السن عشان احنا عايزين 4 سنين على الاقل، ودي نقطه مهمه جدا عشان ما يحصلش فكره انا عينته النهارده شلته بكره. وتاني حاجه ابرز الانديه، عشان الراجل ده عنده تاريخ يقدر يقنع اللعيبه ويسيطر على اللعيبه ولا لا. فاندريه فيلاش بواش برتغالي عنده 44 سنه، سن صغير يعني سنه مقبول جدا. بورتو، تشيلسي، توتنهام، زينت. ده الراجل ده وصاحب ثلاثيه مع بورتو بالمناسبه يعني. ماشي. ده اندريه فيلاش بواش. تعال نشوف اللي بعديه، خوان انطونيو بيتزي، ده ارجنتيني 54 سنه بالظبط، فالنسيا تشيلي ومنتخب السعوديه. ده لعبنا في كاس العالم، في كاس العالم بالظبط كده. مدرب بكورته هجوميه، مدرب منضبط جدا تكتيكيا، مدرب عنده خبره مع المنتخبات. بص انا بننوع في البروفايلات. تعال نشوف اللي بعديه، رودي غارسيا، وانا قاصد الصوره. رودي غارسيا فرنسي 58 سنه، كنت سالك روما اختار الصوره اكيد. روما، ليون، ليل، وواحد من المدربين اللي ساهموا في تطوير محمد صلاح اول ما راح روما. ماشي. فهو مدرب عنده خبرات، وعلى فكره هو صاحب معجزه تحقيق لقب الدوري مع ليل من كام سنه يعني، ليل الفرنسي. تعال نشوف المدرب اللي بعديه. كل دول متاحين يا عمر؟ كل دول متاحين. كل دول فري. فلاديمير بيتكوفيتش، ده درب لاتسيو، ده سويسري 58 سنه، درب لاتسيو ودرب منتخب سويسرا لحد امتى؟ يورو 2020. يعني ده راجل رجله في ملعب المنتخبات لحد ما فيش من كام شهر. ماشي. يورو 2020 اللي اتلعبت، يورو 2021. فبالتالي عايز تمشي كيروش، في بروفايلز، في وممكن تتكلم معاهم في الفلوس، ممكن تتكلم معاهم اي ما تكون الجوانب الداخليه. وفي جنو ترور مدير فني السابق لمنتخب نيجيريا موجود، بس استبعدته لانه 68 سنه. ماشي. انا برضو عايز احط قدامي انا عايزه 4 سنين. ماشي. ماشي. فلما ماشي. يبقى 58 يمشي 62، يتحط جنب مدرب عام يتعلم منه، نفس القصه لما تحط فلاش بواش يمشي 48. فبالتالي انت عندك بروفايلز كتير جدا جدا ان انت تعمل الكلام ده. ففي باولو سوزا، برتغالي، درب فيرونتينا، درب بازل، درب النني في بازل، ودرب منتخب بولندا في اليورو، ودرب فلامينجو. على فكره ده لسه مقال امبارح، لسه ماشي امبارح، ففري النهارده. بس احنا بقى لما نجيب المدربين دول 51 سنة هنعمل ايه بقى يعني؟ هل انا برضو استحملني يعني. لا معاك ممكن يبقى دمي تقيل شوية، بس استحملني، لانه برضو هقعد اقول لك هنجيب اجمد واحد فيهم. ماشي. ونقول له تعالى امسك منتخب مصر بكره. عشان كده لما انا هرجع برضو نفس، فقلنا لازم يبقى في حل في كذا ملف تاني. تعال نشوف مثلا ملف التحكيم مثلا، انا هلم لك الدنيا دي كلها عشان الراجل اللي هيجي ده ينفع يشتغل. يلا تعال نشوف كام حكم كده هيعدوا قدامنا، ممكن تجيب منهم واحد لمده سنه مطور للتحكيم. سنه، انا مش عايزه غير سنه. ماشي. يحط الاسس والراجل يمشي ويشتغل. واقول لك على حاجه، وهنحط هنا كاتيجوريز مختلف الاسعار. ده مثلا اونديانو ماينكو، حكم اسباني، واحد من اكتر الحكام اللي حكموا الكلاسيكو في التاريخ. بس لسه تقول لك ايه علاقه التحكيم بال، هقول ما انا جاي لك واحده واحده. ايه علاقه التحكيم بان المنتخب المصري مش عشان شايف قدامه؟ عشان تطور المنظومه كلها. ما انت هتبدا بعنصر. ده راجل ممكن يبقى مطور للتحكيم. تعال نشوف اللي بعديه، عشان بقى الفكره كلها مش فني، مطور بس للحكام بقى كلهم. الحكام كلهم. مطور للتحكيم كله. انت بتتكلم بقى احنا ماشيين بقى ايه، هناخدها خطوه خطوه. ماشي. مارتن اتكنسون، ده لسه معتزل السنه دي. ماشي. اشهر حكم انجليزي. تعال نشوف اللي بعديه، على فكره هم ثلاثه اعتزلوا السنه دي. بس ما حكمش كاس عالم اتكنسون. حكم؟ لا ماشي اوكي. مايك دين، ده اشهر حكم في انجلترا. خد بالك في ثلاثه اعتزلوا. لا بس ده ما تجيبوش لو سمحت. لا عشان عندنا مشاكل معاه. انت عندك مشاكل معاه. لا كلنا عندنا مشاكل. في ثلاث حكام اعتزلوا، اتكنسون ومايك دين وجوناثان موس. جوناثان موس هو اللي مسك في انجلترا. يعني هو اللي مسك، اعتزل تاني يوم مسك في انجلترا. فاحنا مش بنجيب حاجه من عندنا يعني. تعال نشوف اللي بعديه، في اسامي كتير على فكره. ده لويس ميدينا كانتايخو، ده اسباني، ده اكتر حكم في التاريخ حكم كلاسيكو. ماشي. مفيش مباراة أصعب من كده بقى. فلما هتجيبه هيعلم. ماشي. تعال نشوف اللي بعديه، طبعا واقف قدام اتنين تقايل، ده نيكولا ريتسولي، ده حكم نهائي كأس عالم 2014. مش محكمش بقى كأس عالم. كأس عالم. ده راح النهائي على طول. فبالتالي عندك الناس دي كلها فاضية، والناس دي كلها فري، وتقدر تيجي تشتغل مطورين للحكام. فيبقى عندك مدير فني أجنبي،
عندك مدير فني، عندك مطور للحكام، عندك مدير فني اجنبي للاتحاد. وانا هنا مش هجيب صور، لان انا في رايي، في رايي الشخصي، اكتر واحد وانسب واحد هو كارلوس كيروش. كيروش يبقى مدير فني للاتحاد، مع مدير فني مع مطور حكام. انت كده غطيت التلات اضلاع، بقي لك ضلع واحد بس، وهو انتظام مسابقه الدوري. وده انا بطالب لجنه الانديه انها ما تستطلعش راي الانديه توصيه بموسم استثنائي لا بديل. لا بديل. عمر قال كل حاجه بس نسي اهم حاجه، ان اللعيبه عندنا. لا ما نسيتهاش والله العظيم. تلات لعيب في اللعيبه يا جماعه برضو. احنا طبعا. احنا احنا, احنا يعني خلينا نقول بصراحه بقى، احنا عندنا مشكله. احنا عندنا مشكله يا جماعه. طب ما تيجي نمسك خط واحد. طب اقول لك يا اروح ل